استقبلت مكاتب تنسيق جامعة القاهرة بمقرها بكلية الهندسة طلاب الثانوية العامة وتوافد عدد كبير من طلاب المرحلة الأولى لتسجيل رغباتهم إلكترونياً وتقديم التسهيلات اللازمة والخدمات المطلوبة طوال فترة التنسيق على المواقع الإلكترونية. طبعاً الطالب بيجي بيبقى مشتت مش عارف يدخل رغباته، فاحنا بنديله شوية إرشادات، بنقوله نمرة واحد الشهادة بتاعتك احتفظ بيها وما تديش الرقم السري لأي حد، لأنه حضرتك عارفة لو حد معاه الرقم القومي والرقم الجلوس والرقم السري يقدر يدخل يعدل رغبات الطالب. فاحنا بنقول له مبدئيا انت تدخل بياناتك بنفسك، اول ما بيدخل على البرنامج بنقول له راجع الداتا بتاعتك، البيانات الموجودة بتاعتك في اللغة الأجنبية الأولى والتانية والعربي، ده كله بيبقى موجود. بعد كده تاخد الخطوة التالية، الخطوة التالية بيظهر قدامه نوعين من الاختيارات، إما إنه يختار بالجامعة أو إما إنه يختار بالتخصص، فغالباً الطلبة بتحب التخصص. وبعد كده بيخلص الرغبات بتاعته، 75 رغبة لازم يسجل، 75 رغبة ما ينفعش إن هو يسجل 10 رغبات 15 رغبة خلاص، لا لازم يسجل 75 رغبة لحد الآخر. بعد كده بنطبع له ورقة بالرغبات بتاعته، ولو حابب ان هو يغير الرغبات بتاعته يقدر ان هو يغير خلال الفتره المسموح بيها التنسيق اللي هو لحد يوم الاربعاء. بدا موقع تنسيق العمل وفقا للحد الادنى لشعبه علم علوم 362 درجه فاكثر، اي بنسبه 88.29% فاكثر، بينما شعبه علم رياضه 342 درجه فاكثر، اي بنسبه 83.41% فاكثر، و289 درجه فاكثر، اي بنسبه 70.61% للشعبه الادبيه. جيت عشان اكتب الرغبات عشان لو في اي توتر ما يعني اي حد يفيدني، مش ما بقاش لوحدي في البيت وكده. من اللي انا عايزه في موقع الجغرافيا، بشوف موقع الجغرافيا اجيب ايه وبحدد الاول اللي انا عايزه فيهم، واللي جبه ربنا بقى حلو ان شاء الله. قالوا لنا برضو نعمل ايه وكل واحد جنبه اسيستنت بيساعده وتمام، وفي نظام وكل حاجه تمام الحمد لله. اول ما دخلنا وتابعوا معانا وكل حاجه كانت كويسه. قريبه مني جامعه القاهره يعني مش بعيده عني، فجيت سجلت والحمد لله يعني خلصت الحمد لله. نفسي في كلية هندسة وحاسبات، فمسك هندسة أقوى أكتر يعني، فكتبت 27 محافظة. معامل التنسيق بكلية الهندسة تقدم الخدمة مجانيا بدون أي مقابل مادي، بالإضافة لتواجد جميع العاملين لمساعدة الطلاب في كتابة رغباتهم بشكل صحيح للحصول على الكلية التي ترغب فيها الطلاب، وبتقديم التسهيلات اللازمة والخدمات المطلوبة.